بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو النهاردة. لانجريهات حاجة كده من الآخر، وعندنا كمان عروض للطرح، وعندنا براهات للمقاسات الكبيرة والمقاسات الخاصة، وكمان اللانجريهات نفس الحكاية، طويل وقصير، وعليهم هدية بإذن الله. ده غير بقى فستان بنت بحري والملاية اللف، وعندنا كمان بدل رأس كتيرة جدا. ده غير الأندرات النهاردة هنشوفها، أسعارها حلوة جدا. عايزة أقول لكم حاجات تبدأ من أول 15 جنيه. من الآخر تعالوا بقى ندخل ونتفرج إن شاء الله يا حبايبي. هسيب لكم العنوان في آخر الفيديو، ندخل بقى نتفرج وبعد الفيديو نشوف العنوان بإذن الله. أهلا بكم حبايبي في الجزء الثاني النهاردة من محل جولي روب. تعالوا بقى نتفرج على حاجات الدلع بتاعت العرايس والست اللي عايزه تجدد اللانجري. نقول للمدام اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي. ايه المفاجآت الحلوه بقى النهارده؟ في مفاجآت كتير جدا جدا جدا. أيوة. عندك اللانجري الطويل، عندك اللانجري القصير، عندك الروب لوحده، عندك القميص وبالروب، وعندك اللبس التنكري. حلو. وخصومات كلها خصم على اي قطعه 15%، ولو خدتي 3 قطع برضو ليكي كاش مايو هديه. تمام تمام. تمام. نشوف كده بسرعة اللي عندنا. بالنسبة للطويل عندك، نشوف الموديل ده مثلا، موديل زي ده. أيوة الموديل ده حلو جدا. لو أفتحه ماشي ماشي ماشي. بصوا يا جماعة، بصوا الموديل والله، وهو على وهو في الحقيقة أحلى بكتير. بصوا أهو شكله أهو، شيك جدا جدا جدا. وآخر دلع ده بقى، ده إيه ده؟ شيفون ده من هنا وده. لا شيفون. ده في النص كده. ده جو. وفي الوان، والوانه كلها في ذهبي بقى، وفي كده في اهو. بصي في اللون ده، اللون ده وفي اللون ده. بصي اي حاجه في المحل في الوانها، في الوانها. بجيب الالوان بتاعتها عشان اللي بتحب اللون الاسود في الفضي، الاسود في ذهبي، الاسود في كده. ده بكام بقى ده؟ ده يا ستي ده ب 125 وعليه 15% خصم. تمام تمام. عندي كمان لو واحد عايز تلبس سالوبيت، سالوبيت اللي هو زي مش طول، ومش احلى من التول، احلى من التول كده، حاجه على حاجه على جبير، جبير كده. تمام، حاجه على جبير. تمام. في منه برضو في منه اربع الوان وانا شايفاهم، الفوشيا والاخضر. في الوانه، في الوانه ده. ويل ده هما كلهم ب 115؟ لا مش كله. في دوت ب 125. ده 125 يا حبايبي، ده برضه ستايل. برضه ده تحفه. بصوا بقى يعني الاندر بتاعه لوحده تحسي ان هو مش حاجه، مش اي كلام. أيوة حاجه صراحه يعني. قيمه. بصوا يا جماعه، وده بشراشيب بقى من على الجنب ومفتح كده. بصوا ستايله تحفه اهو. ده بقى بكام بقى؟ ده ب 125 ب 145 وعليه 15% خصم. تمام. ولو خدتي 3 قطع هتاخدي كاش مجانا. الوانه اهي، احنا اللي كان فات ده فوشيا. ايوه ده احمر اهو. ده احمر. تمام. في طويل تاني بقى كتير، لان في عرايس بتحب كده كده. العروسه بتجيب ده، بتحب الطويل. في بحب القصير. الطويل فيه منه اشكال كتير جدا جدا. في الموديل ده، بصوا بقى الموديل ده كمان روعه. في الموديل ده طبعا كلها خامات تحفه. ده كانه فستان سهره يا جماعه. بصوا شكله كانه فستان سهره فعلا، تحفه ده. ونفس اللون اهو على الصوره. تمام. في الموديل ده كمان، في حاجه كده الموديلات دي، ده ب 110 وعليه 15% وعليه 15% خصم. في الموديل ده، في ده كمان حاجه برضو اخر دلع اهي. تمام. ده تمام. بالنسبه للقصير، ندخل بقى على القصير. الناس بتحب القصير. ايوه جدا. عندك ده تحفه في اللبس. ده 3 قطع ده ولا ايه؟ ده اهو، تعالوا نشوفه بقى. ده الحكايه، ده كمان ده حزام، عباره عن حزام عن شورت. بصوا حبايبي، بصوا الجمال بقى. عباره عن ايه ده؟ حزام بيتلبس، بيتلبس على الشورت. ده الشورت اللي هو ايه، القماش اللي بيلمع ده. ويتلبس عليه الحزام. الحزام دوت. ودي البرو. بصوا البرو فرو، ودي البرو. بصوا حبايبي، في منها كل المقاسات بقى ولا ايه؟ هو وان سايز. معظم اللانجريهات وان سايز. وان سايز. وبكام التحفه ده؟ ده 145 وعليه 15% خصم. تمام. برده في ايه تاني؟ القصير ده برده بالنسبه للقصير. وعندك ده قصير برده. يعني هي اسعارهم بتتراوح بقى. ده بوش اب. لا في اسعار. الاسعار مش موحده. مش موحده. ده كده بالشراب. ده بالشراب بتاعه؟ بالشراب بتاعه هو. بوش اب. تمام. وبوش اب. بكام برضو الشراب ده؟ ده 140 وعليه 15% وعليه 15% خصم. تمام. تحفه. وده يلبس مقاس كبير. تمام. ده بكام برضو؟ ده 165 وعليه 15%. تمام. في ده كمان،
ده روب قميصه ده ولا ايه؟ اه قميص بروب. اه قميص بروب ده 160 وعليه 15%. تمام انا ماشي هنشوفه ده. وفي كمان دي البيجامه دي برضو نبقى نشوفها. اه بيجامه العرايس دي بيجامه قطيفه. اه بصوا حبايبي بيجامه قطيفه العرايسي خالص. اه وفي ده وده فستان برضو قطيفه. تمام ده 115 وعليه 20 اي 15% وعليه 15% يعني 100 يعني. تمام وفي ده كمان في الفستان ده دريس في طويل بقى بصوا ده دريس طويل كانه فستان سهره بقى. اه ده بكام ده؟ ده 125 وعليه 15%. تمام يعني افتح لكم بقى وتشوفوا بنفسكم فستان السهره ده. هو لانجري كانه فستان سهره. ما هي بينفع يوم عيد الحب مثلا. يوم صح. عيد ميلاد جوزك او عيد ميلادك تلبسيه تولعي شمع كده. ايوه بصوا حبايبي الجمال. بصوا جميل طبعا في منه كل الالوان زي ما قلنا في كل اه في منه الالوان بصوا لغايه تحت. وطبعا شفناه احنا على المانيكان وهنا بقى على الجنب اهو عامل ازاي. اه الجنب كده مفتح من هنا والقماشه حلوه وتقيله ومحمله فعلاً. وشيك جدا جدا مش القطيفه اللي هي لا قطيفه حلوه. اه ده بكام قلنا؟ ده ب 125 قلنا تقريبا وعليه 15%. تمام بصوا بقى الطقم التنكري بقى ده تمام الممرضه. اه بكام بقى بتاع الممرضه؟ في ناس كتير بتحب التنكري بينوعوا. ايوه خلاصه لو واحده متجوزه اللي هما لسه ما اتجوزتش ما بترضاش بالتنكري ابدا. ايوه ده 125 وعليه 15 برده. بصوا بقى ده التنكري برده برضو تنكري. اه بكام بقى ده؟ ده ب 160 وعليه 15%. نيجي بقى الحاجات متدلعه ونكرر تاني ثلاث قطع عليهم كشميه هديه. وده برضو بقى الحاجات دي تنكري العروسه. اه عامله يعني كانه مثلا يوم ده سعر المصنع كاتب عليه 150 انا عامله عليه 15% من 150 عامله 15% 15% خصم تنكري العروسه. تمام يعني واحده عايزه تجدد بقى شويه. أيوه. تلبس عروسه. في الموديل ده برضو ده بقى براو جميل جدا. براو اندر بكام بقى البراو الاندر؟ ده ب 115 وعليه 15% خاص. ده كده بيج سايز. بصوا يا جماعه بقى الجزء ده للبيج سايز. تعالوا بقى نوريكم اللانجريهات بيج سايز. بصوا الجمال ده بيلبس مقاسات كبيره بقى. أوه. يعني 100 فوق ال 100. وبكام بقى؟ ده ب 120 وعليه 15 وعليه 15%. وده برده ده بوش اب وبالشراب برده 115 وعليه 15 وعليه 15% ده برده نفس الحكايه. اه برده حلو قوي برده ثلاث قطع اهو. اه تمام بيلبس. اه يعني برضو. كل المقاسات موجوده هنا في اللانجريهات. عندك ده برضو يلبس برضو بيك سايز. ده بيك سايز برضو. تمام. اه اللانجري قطعتين. قطعتين تحب تلبس قطعتين لانجري قطعتين. ده قطعتين بصي حبايبي ده سكيرت وبادي وفي كده حزام كده. اه حلو قوي حلو. ده بكام ده؟ ده ب 100 وعليه 15% يعني تقريبا 85 جنيه. اه بصي يا جماعه عندك ده برده قطعتين. ده مقاس كبير ده من المقاسات الكبيره. اه بكام البيك سايز؟ البيك سايز دوت ب 110 وعليه 15. يعني شايف الاسعار حلوه جدا بصراحه. ده بيك سايز برده ب 100 وكام؟ 115 115 ولا 135؟ 135 وعليه خصم 15%. ده على ده بيك سايز برده. بيك سايز برده. تمام واللي جاي ده تاني. عندك ده برده بيك سايز. بيك سايز بصوا ده. اه بصوا ده تحفه يا جماعه. اه ده انت لو فكيتهولك بقى هتستغربي من شكله. تحفه تحفه فعلا. جميل جدا قوي. اه جميل. بصي الظهر بتاعه. اه ده الظهر بتاعه. لا جميل جدا. ده ب 175 اه وعليه 15%. ده برده بيك سايز. اه حلو جدا. البنوتاتي بقى كده كده. بصوا يا جماعه حاجه كده برده. ايوه اللون. بصي اللون 110 وعليها خصم. يعني عندنا حاجات واشكال كتيره قوي في اللانجريهات. اشكال كتيره جدا جدا جدا. ده بصوا حاجه كده. وعندك ده حاجه كده برده. كل الاسعار بصوا مش هتلاقوها. يعني ده ب 80 وبوش اب. ده ب 80. ده ب 80 وعليه 15%. اه بصوا حبايبي تعالوا نشوف ايه. ده هيبقى سعره كام ده؟ بس بجد جميل على فكره. ده بالاندر بتاعه. بالاندر. اه بصوا حبايبي معظم اللي هي اسمها ايه دي بيبي دول. اه بالاندر بتاعها اهو. بصوا يا جماعه بصوا الجمال ده. ده عروسه بقى. أوه. او لواحده يعني 80 وعليه 15% خصم. في الوانات منه ولا الابيض بس؟ الابيض بس. تمام الابيض لان هو الالوان الثانيه مش ما لقيتهمش حلوه زي الابيض. تمام الله ينور. على فكره بنات في كمان عرض سعر موحد. المدام هتقول لنا مفاجاه حلوه قوي الموضوع الطرح ده بقى. بصوا يا جماعه اي طرحه في المحل ان شاء الله ب 65 جنيه. ده كريب.
ده اللي هي بتتباع بره ب 150 و 120. سامعين يعني انتوا لو اشتريتوها من بره ب 150 او 120 هنا سعر موحد. سعر موحد 65 جنيه. الله بصوا البوب اللي عليها بوب كورن دي، بصي دي بقى لازم الصيف دي طحف. حلوه قوي. عندك الوان، بصوا دي كمان برضو لل للصيف والايس كريم اهي. حلوه قوي، في الوان كتير. بصوا اي طرحه منهم الله. ب 65 جنيه. وفي ساده على فكره، انا شايفه في دي الجينز دي جميله قوي. في الجينز دي تنفع بصوا على بنطلون جينز بتاع شميز بقى كده وشياكه بقى. بصوا حبايبي في كذا شكل بصراحه، كل الطرح دي. دول ودول برضو. دي اشكال حلوه برضو ب 65 جنيه. ب 65. تمام، الله ينور. في بقى الطرح الحلوه دي كمان، بصوا بقى الجزء ده كمان برضو ب 65. ب 65 برضو. دي طرح ناعمه جدا كويتي جدا زي جدا كويتي كده. كويتي طعمه جدا في اللبس اهي، والوانها الاسود وكده. في مشجر وفي ساده. في زي نقشه بسيطه منقوش يعني، مش مشجر يعني قوي. يعني ممكن تلبسيها على حاجه مشجره، لان هو النقشه بتاعته مش باينه، سيمبل خالص. في بقى الساده خالص. ده تحفه بقى. الالوان ده حلو قوي، التشميري والالوان دي كلها، كل الالوان اللي حضرتك شايفاها دي، والازرق التحفه ده. وعندك برده اللون ده الزيتي. في بقى نقشه ثانيه اللي هي منه فيه مش منقوش، هو القماشه شيك قوي يا جماعه. دي كانها كده مفرغه بس هي مش مفرغه. جميله قوي، حلوه يا جماعه. بصوا ادي الوانها. صوري الالوان. الالوان اهي عشان برضو الناس تبقى عارفه. شايفين حبايبي اي واحده ب 65 جنيه دي بالنسبه للطرح. في على فكره كمان طرح تانية باقل، هنشوفها بقى دي يا جماعه كده. دي ب 45. دي ب 45 بس. بصوا برضو جو الصيف بقى والحاجات الحلوه دي، ده كانه الهالوين، ده تنفع للعيد اللي بتاع الهالوين ده. تمام. بص حبايبي 45 بس، في منها كذا شكل. في الوان كتير، في الوان كتير. والابيض اللي ورا ده حلو قوي برده. فيها الوان كتير جدا، ده حلو قوي برده للصيف يا بنات. ب 45 بس، بصوا الجمال والشياكه اخر جميل. ندخل بقى دلوقتي على ايه، على البروهات. تمام. والاندرات. اتفضلي حضرتك. انا عندي بقى البراهات، عندي التركي دول كده تركي، اللي هم اللي فوق دول تركي. وعندي البوش اب كده. وعندي البوش اب طبعا. ايوه البوش اب، وده بوش اب برده، وده بوش اب، وبرده ده بوش اب للبنوتات يعني. أيوة. وعندي برده اللي هم مقاسات صغيره اللي هي البنوته اللي هي مثلا 15 سنه ولا حاجه. وعندي بقى الامهاتي. ايوه المقاسات الكبيره، المقاسات الكبيره لحد 58، لحد مثلا مقاس 58. والله لغايه مقاس 58 حلو جدا. مقاسات كبيره طبعا، عليهم برضو 15%. هي بقى بكام وعليها 15%؟ هي ب 70 وعليها 15%. حلو. وخامتها حلوه. دي بقى الامهاتي. دي الامهاتي في منها الوان اهي، الوان. بصوا حبايبي ودي برضو برضو في منها الوان. تمام. في برضو عندك دي. دي اللي هي دي بقى اللي هي البنوته اللي هي صدرها كبير شويه مثلا او كده. بس فيها حاجه. ايه بقى دي كده؟ بتكون مليانه شويه من ظهرها. ايوه ايوه يعني، فالمساحه اللي هو محيط محيط الظهر، الظهر ده بيتلم من هنا كبير. ايوه فيلمها، لان مش دايما يبقى القاب نفسه. أيوة. صغير والمحيط كبير. صح. انا دي القاب صغير والمحيط كبير. تمام. بكام بقى دي البنت اللي هي شويه مليانه من ظهرها بس يعني هي حجم مش كبير. دي ب 70 وعليها 15%. تمام. شفتوا كده حبايبي، عرفتوا الاسعار؟ يعني البروهات اللي هي صغيره البنانيتي دي ب 65 برده وعليها 15% خصم. دي في عندك البوش اب دي بالجبير. دي عندك دي اللي بالجبير دي تحفه. جميله جدا جدا جدا. دي بوش اب. تمام. عندك دي برده للسترون كبير شويه، دي بحديده. دي بحديده. دي بحديده وفي الوانها بقى. تمام. الوانها كلها موجوده وشكلها شيك جدا. بكام بقى دي؟ دي ب 70 برده عليها 15%. يعني انا شايفه البروهات اسعارها حلوه برده. مش وعندك دي برده بحديده، لان في ناس بتحب الحديده. الحديده لانها بترفع. ايوه صح. تمام. فعندك دي برده ب 70 وعليها 15%. تمام. دي بقى عندي البرو اللي بتفتح من قدام، لان في ناس ما بتعرفش اللي بترضع مثلا او كده. صح. اللي بترضع واللي كمان برده لا في بيشتروها اللي هم مش عارف بيضايقوا لما بيقفلوا من ورا. ايوه فهي اسهل لهم من قدام. حلوه دي برده، بتستسهل فتقفل من قدام. تمام. احنا قلنا دول بكام بقى؟ دي ب 65 وعليها 15%. نيجي بقى للايه؟ للسوفت. للسوفت برو. دي بقى للبيت اللي بترضع. يعني
وكمان طريه جدا جدا اهو هي للبيت خليتها جميله بصراحة. وفي ناس بتاخدها تخرج بيها لان في الحر وفي الصيف بتبقى مش طايقه البراهات التانية. ايوه فعلا. فدي السوفت برا ديت بتبقى طريه جدا. في منها شكلين، الشكل ده اللي هو تول، وفي الشكل ده حلو قوي ده مقاسات كبيره. هي هو واي سايز. اه مقاس كبير، مقاسات كبيره. بكام برضو دي؟ دي ب 65 وعليها 15%. تمام. الشورت اللي هو الاندر اللي هو الشورت ده دلع، ده الشيفون. ده للعرايس برضو ممكن تبقى تاخد اللي هو الاندر الشورت دوت مع براوي بقميص نوم. حلو. ده كام ده؟ في ناس بتعمل كده. ده ب 65 وعليه 15%. وبرده اللانجريهات فيها حته لو خدنا 3 قطع ولا ايه؟ قصدك الداخلي؟ لا الداخلي خارج الموضوع. ايوه الداخلي خارج الموضوع. تمام. بتاعت العرايس اندرات بقى اللي هي دي بتاعت العرايس. الحلوه دي اللي هي الاندر ب 25 وعليه خصم. ده يعني هيبقى عليه خصم 5% مثلا. اصل لو عليه خصم 15% يا خلاص يبقى عندي اطقم عرايس اهي. في طقمين على بعض. طقم الاندر بالبرا بتاعته. تمام. وفي منه مقاسات. تمام. ده 110 وعليه 15% خاص. تمام. بصوا بقى بدل الرأس كمان. عندي بدل الرأس. دي بدلة الرأس ديت ب 250 وعليها 15% خاص. بصوا بقى بدل الرأس والحاجات اللي هي ايه اللي هي الشعبي بقى والكلام ده اللي يعني ده بنت بحري. ايوه بنت بحري. بصوا بقى بدلة بنت بحري بقى. اهي. بصوا حبايبي كده وعليها ملاية لف. طبعا بصوا حبايبي عاملة ازاي والملاية اللف بقى كمان. وتحتيها البرو بتاعتها. يا سيدي. بصوا البرو بتاعتها. ايوه. وعليها الملايه اللف. الملايه اللف. ايوه. وعليها الملايه اللف. بصوا ده يعتبر من ضمن التنكري. عايزه تجيبي جوزك عايزه كده. دي ب 200 وعليها 15% خاص. تمام. عندنا بقى اندرات تانية اللي هي القطن. ده الاندر دوت ب 15 جنيه. ب 15 جنيه الواحد. ومبطن بفوطه. تمام. مبطن بفوطه من لارج ل 5 اكس. ل 5 اكس ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. تمام. الاندر ب 15 جنيه. الاستك طبعا لا يفك ولا وطبعا قطن 100%. تمام. الله ينور. في منه اشكال. اشكال والوان اهي. بص كل الاندرات دي الوان. الوان. وهنا كمان ده مقاس لارج وهنا كمان. مقاسات. وفي اللي عليه الرسم. ايوه اهو. واللي عليه رسمه ده اللي جنب حضرتك ده. ده كده. ايوه اهو. ده برده ب 15. ده ب 15 برده. عليه رسمه 3D. من ورا كده عليه رسمه 3D. تمام. ده برده بيلبس شكله كبير. ده كبير. تمام. كده اقل شويه. ده بيكيني يعني. يعتبر بيكيني شويه. يعتبر بيكيني. ده اقل شويه. ده برده ب 15. اي يعني اي اندر في الحاجات دي القطنيات ب 15. ب 15. ده تركي بقى. ده تركي. ده كده تركي برده ب 15. 15 جنيه. تمام. ده كده ب 15. تمام. عندي شورتات. بصوا الشورتات دي زي كارينا كده. اللي بتلبس. ده ب 30 وعليه. ده ب 30 وعليه 15% برده كمان. ده حلو قوي برده. سعره حلو. بصوا يا جماعه في اندر كمان قطن بالبرا بتاعته. ده اندر بالسوفت برا. بالسوفت برا. بكام بقى ده؟ بالسوفت برا بتاعه ده ب 25. ده ب 25 جنيه. الاندر بالسوفت برا بتاعه ده بكام؟ ده ب 25 جنيه. يلبس قد ايه ده؟ وعندك ده في مقاسات. في مقاسات منه. مقاسات. ده يلبس اهو ب 25 جنيه بس يا جماعه. يلبس اهو. يلبس والاندر كمان يلبس ما شاء الله. حاجه جميله بقى كده. الاندر ده. اندر قطه. قطه. هو اصلا مرسوم. بصوا في ودن القطه بكام بقى بتاع القطه ده؟ 15. 15. تمام. في كمان براهات يا جماعه مقاسات كبيره. انا احب اجيب لكم كل حاجه والله مهما الفيديو هيطول، بس انا احب اجيب لكم كل حاجه. تستفيدوا من الفيديو. في مقاسات كبيره اهو. في مقاس ده وفي مقاس اكبر منه كمان. ده ب 65 وعليه 15%. حلوه قوي. تمام. تمام. وفي كده يكون خلصنا. جبت لكم كل حاجه حبايبي. اتمنى من حضراتكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نيجي بقى للعنوان. احنا في محافظه اسكندريه. تمام. تحديدا في سبورتنج. لو حضرتك جايه من عن طريق البحر هتنزلي عند نفق سبورتنج، تعدي هتلاقي محل خواطر دمشقيه. هتدخلي هتمشي يعني مش هتمشي كتير، هتلاقي على طول المحل اللي احنا قلنا عليه اللي هو جولي روب. لو جايه من ناحيه الترام برده قريب ليكي، هتعدي بورسعيد، شارع بورسعيد، وبرده المحل هيبقى قريب ليكي.